وكنا عرضنا على حضراتكم يوم الأربعاء الماضي تقرير عن فتاة الأقصر مروة اللي نزلت سوق العمل الحقيقة بعد مرض والدها، وكانت بتنقل مواد البناء وتلاميذ المدارس على تريسيكل. حزب مستقبل وطن احتفل بالفتاة مروة وكرمها داخل مقره بالأقصر. مروة البالغة من العمر 27 سنة هي أول سائقة تروسيكل في الأقصر، أبدت الحقيقة سعادتها بهذا التكريم ووصفته بأنه دعم مجتمعي لها خلق شعور داخلي جواها أو داخلها بأن جميع ما عانته خلال الفترة الماضية من مشاق وتحديات يستحق التكريم. خلونا نشوف جانب من تكريم فتاة التريسيكل. ده جانب الحقيقة من تسليم عربية نقل لمروة فتاة التريسيكل في الأقصر. حزب مستقبل وطن وله كل التحية الحقيقة على هذه اللافتة، شاف أنه يدعم هذه الفتاة وعملها بشرف بسيارة نقل تستطيع أن يعني تتكسب قوت يومها من هذه السيارة. تحية واجبة الحقيقة لمروة على جهدها ولحزب مستقبل وطن على هذه اللافتة الكريمة. من